بنات، ما تكونوا لاباس عليكم. شحال هادي ما صورت، سمحوا لي. قلت لكم انا عاش نغبر، ولكن نغبرت واحد دو سيمين ما حطيت حتى شي فيديو، حيتاش انا ديما عندي شي مشكل. ملي شريت كاميرا جديده وجات تلمو اكسيت، انا نبدا ندير دي مونتاج زوينين وداكشي، ايوا البيسي خسر و الى اون ريباراسيون. داكشي علاش غبرت، وكانوا عندي بلان دو فيديو حطاهم في البيسي اللي مفيلمياهم ومبروغرامي انني غادي نمونطيهم ونحطهم. سي بور سا فوالا، مشاو لي دوك لي فيديو. دونك ما عرفتش واش غادي نحطهم، فاش غادي تصلح البيسي او لا. المهم جو في فوا. واليوم رجعت معكم حيتاش وصلتني واحد لا كوموند من شي ان. بالنسبه بور بريسيزي، هاد لي فيديو ماشي اون كولابوراسيون مع شي ان، هادو دي كوموند لي كندوز انا من فلوسي، و حيتاش كيعجبوني عندهم الحوايج وكنبارطاجي معكم الراي ديالي فيهم بصراحه. قبل ما ندوز الحوايج شي ان، نوريكم الحوايج اللي شريت من غوكسي. كما البنات اللي يكونوا اللي ديجا متبعين مي فيديو، سي تون مارك اللي كنديروا في لونتربريز فين خدامه. اول حاجه شريتها هي هاد لو مونطو من عند غوكسي. هذا لبسته تا ما خليت فيه والو. كنت مشيت اون ايطالي لفينيس بوغ ان ويكاند، وديته معايا فريمون كيجي واعر مع لي روب. جا مع ديك لا روب اللي كنت وريتكم في الاوليفات، واعر وسخون، سخون بزاف. دايوغ صورت لكم ان فلوغ فاش كنت في ايطالي، باسكو كطلبوا لي لي فلوغ بزاف، مي بقى في البيسي. دونك الى تصايب البيسي غنحط لكم الفلوك، واخا غادي يجي معطل ولكن المهم هو جاي يدير بحال هكا. باقي عندي هنايا الباج ديالي الخدمه وداكشي، حيت هو اللي كنلبس صراحه كوتيديانمون. هذا كيجيني تقريبا مع كاع لي بول اللي عندي. غادي نقيسو لكم باش تشوفوا كيفاش كيجي، باسكو بحال هكا كيبان بحال شي خشات الميكا. فوالا لي في، بعد شويه باش يبان لكم كامل كيفاش كيجي. من هنا عنده هاد اللعيبات هادو اللي كتزيروهم الى بغيتو، انا مزيرهم، وفيه قبلي كيتحيد وصافي دير بحال هكا. هذا خديتو ما عرفتش، جو بونس كيكون داير بشي 150 اورو في السيت، خديتو ب 25. ما تديوش حيت ما تديوش على لتحت باسكو لابسه سروال ديال البيجاما. المهم فوالا هكا داير هو صراحه. في السخونيه ديك الاخرى سخونه عليه، اللي كنت وريتكم بزاف البنات عجبتهم في اخر مره الجاكيطه اللي كنت وريت. هذا ما سخونش بحال باسكو هذيك سيت اون كوليكسيون ديال السكي، ديال لي جاكيت اللي كن الناس كيمشيو يديروا السكي في الثلج نورمال. سي بور سا سخونه بزاف على هذا، مي حتى هذا صراحه سخون. القبه ديالو زوين، انا صراحه ما كانوش كيعجبوني هادو ديال الفوغور، مي شو افون هاد العام. وباقي كنقلب على واحد فحالو في لو ميم ستيل، ولكن هايتاش هذا ماشي امبيرميابل، سان ديتاي امبورطون، ماشي امبيرميابل. وكنقلب على واحد بحالو خرجوه في الكوليكسيون ديال هاد العام، ما قدرتش نشريه حيتاش ما لقيتوش في داك المغازان، وما قدرتش نشريه من زعما من المغازان عادي، باسكو من المغازان عادي عندنا غير 30% بلا كارت بالبادج ديالنا، وداير ب 355 صراحه. جاتني قاصحه كنساين، وصيت هذيك اللي خدامه في داك المغازان قلت لها غير يبان لك في شي كارطون خليه ليا عافاك. المهم الا لقيتو غنوريه لكم. وبالنسبه للبنات اللي سون انتريسي بغاو يشريوه، داك اللي هضرت لكم عليه غنحط لكم الصوره ديالو هنا باش تشوفوه، وغادي نخلي لكم لو ليان في لا بار دانفو كوم سا تمشيو تشريو. سمحوا لي اخر مره ما خليتش لكم، درت لكم غير ليان شي ان، ما خليتش لكم ديال الغوكسي. جو مو سوي دي كو بزاف البنات في المغرب ما غاديش يقدروا يشريوهم، سي بور سا. مي ابارامون بزاف البنات سولوني على لي ليان، دونك غادي نحطو لي، نحط لكم لي ليان كوم سا البنات اللي سون انتريسي يقدروا يلقاو. خليه بدما وريتكم حوايج اخرين. حاجه اخرى شريت حوايج ديال سبور. شحال هادي ما درت سبور، ولكن دابا وليت كنمشي نجري مع مي كوليغ دو طرافاي. كنديرو دو فوا بار سيمين غالبا، كنديرو الخميس الخميس ثلاث، الخميس الجمعه ما بين 12 و 2 كنمشيو كنجريو. و قلت نمشي نشري ليا واخا واخا عندي، قلت نزيد ليا باسكو كنمشيو جوج مرات في السيمانه، ودابا مع البرد ما كيتصبنوش الحوايج دغيا وداكشي، مازال غنزيد ليا شي وحدين. مي بور لو مومون خديت هاد لونسومبل،
كنقلب على الكسوة ديال هاد السروال ما لقيتهاش باسكو هما كيشدو شي توب مثلا سي سا اون فيت ليسبري ديال لا مارك سي كو مثلا كيلقاو هاد لو موتيف هذا كيديروا به كلشي كيديروا به كسوة كيديروا به قميجة كيديروا به حوايج سبور كيديروا به سروال شورت المهم كيديروا كاع داكشي كتحركوا على بالكم و شحال وانا نقلب على الكسوة ديال هاد السروال ما لقيتهاش ما لقيت السروال قلت دونك سروال ديال سبور داير بحال هكا صراحه زو تري بون كاليتي شحال من واحد المره فاش كنت لبستو وشافوني دوطخ بيرسون كو جوكوني اللي مخدامينش معايا عجبهم بزاف وسولوني منين شريتو و سي دو لا بون كاليتي اون بلوس التوب ديالو فاش كيتجبد ما كيوليش ترانسبارون عندي كان عندي بزاف هاد المشكل مع حوايج سبور ديال اش اند ام كيكون فيهم موتيف زوين وكيبان لك التوب كاليتي وداكشي وكيفاش كتلبسهم وكيتجبدوا كيولي توب ترانسبارون مي هذا با دو تو او باش يمشي معاه خديت معاه هاد البراسيير دو سبور مي بيان سور ما كنمشيش نجري بها بحال هكا بوحدها هادي ان فيت خديتها هي حيتاش فاش كنمشي نجري ولا فاش كنمشي لاصال دو سبور جيم با بورتي لي سوتيان غورج باسكو كيضروني سي با كونفورتابل دونك هذا غير باش نلبسهم تحت التيشيرت ولقيتهم اسورتي قلت سي بو دونك نشريهم مشري اون بلوس سا كوتي با شير واش كانت بشي 3 اورو ولا شي حاجه فوالا جي فيه روكسي 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 مكتوبه لي بوند او باش نلبسها مع فوق هاد البراسيير خديت هاد لو تيشيرت دو سبور لي من لور فيه واحد الخط تو سامبل عادي وصافي هادشي شريت من روكسي دابا ندوزو لحوايج هادشيين اول حاجه الحيت دايراهم شريت هاد لي بوكل هادو دوغاي لي شحال وانا كنشوف البنات كيديروهم وما زعمتش عليهم اي زوينين صراحه صدقوا زوينين كاينين بزاف الالوان في شيئين مي بغيت ان هاد لا كولور نيود لا لاحظتوا اني شوي ترو هادوك لي كولور بيج كاميل مارون او عجبوني هادو كاينين حتى في الغوز جو بونس ناخذهم في داك لو غوز تري تري بال حيتاش فريمون عجبوني حاجه اخرى شريت هاد لا روب لي غادي نخلي لكم المهم حوايج شيين كاملين نخلي لكم التصاور ديال المانكان كيفاش لابساهم وغنوريه لكم ونوريهم لكم اون فيريتي اون فري هادي صراحه زوينه بزاف غتقولوا واش انا حمقى شريت الكسوه في هاد البرد ولكن ما يمكنش ندوز شي كوموند شي ان وما ناخذش كسوه باسكو كساوي ديالهم جوست زوينين كنقول غنشريهم ونعاود نلبسهم فاش غادي يسخن الحال كتجي هنايا كتزير من هنا هادي او هنايا فهاد لي بوطون هادي صراحه جو بونس با نقيسها لكم باسكو عندي معاه واحد المشكل مازال كنفكر حتى تقولوا لي كيفاش ندير بون انا ما عنديش صدر كبير واخا هكاك لقيت معاه مشكل ان فاش كتلبسها هاد اللعيبات هادو هاد الخيط هذا كيتجبد الوغ كي خديتها في لاطاي ديالي جاتني هي هذيك كيتجبد بحال هكا وكيخلي لك هاد الفراغات ما بين الصيف هنا فارغ خاوي دونك من غير انه كيبين صدر سي موش انا تبالك داكشي هكا مدور ما جي با ايمي دونك صراحه ما عرفتش واش نلبسها مع دي باردور في البيج ولا النوار غادي نشوف وغادي تشوفوها في شي لوك بوك في يامات هادي صراحه لي كولور ديالها خريفيين تجي حتى في الخريف ولكن دابا صافي راه دخل الشتاء اي كتجي شويه جات شويه مكمشه صراحه مازال خصني نحددها مي دابا تشوفوها فشي لوك بوك في البرانتون ولا في الصيف ضروري غتشوفوها ثاني حاجه شريتها هي هاد لو بول هذا اللي كيجي اوفر سايز والكول ديالو طويل وكيجي فيه ليفي ديال انه مقلوب انك لابسو مقلوب حيتاش الخياطه جايه على برا ماشي من الداخل انا هذا غنقيسو لكم دابا باش تشوفوا كيفاش كيجي مي هذا صراحه تخيل يكون في الكاليتي حسن باسكو لي بول لي شريت قبل الكاليتي ديالهم حسن من هذا ماش كي واش كيبان لكم مي فريمون رقيق الصوف ديالو دونك هذا الا كنت صراحه نصحكم انكم صراحه كاين دي بول حسن من هذا فشي ان ما تشريوش انا حاجه شريته صافي انا ما عنديش مع ديك رد مسرد هو بورتابل يجي زوين الا لبسوه افيك دي اكسسوار افيك اون سانتور و دي بوت زوينين وداك الشيء سا باس مي صراحه كاين ما حسن فشي انا غنقيسو ونوريكم كيفاش كيجي فوالا كيفاش كيجي انا اللي كان عجبني فيه كسر علاش شريته حيتاش كان فيه هاد لافيت ديال الكول هكا هو طويل الكول دونك ما كيصلحش الطويل اصلا الطويل كيجي خايب وكيجي هكا سميتو خصك ديرو هكا ما عرفتش واش فهمتو كيعطي هاد لافيت دير بحال هكا
ديزولي لا ديمونستراسيون الا بعت بزاف ما يبان لكمش لي في ولا قربت ما يبان لكمش دونك داكشي علاش تربعت فوق لولي كما كتشوفوا كيجي كبير من هنا خصكم تلبسوا شي حاجه متحتو في البرد سينو غادي يدخل معكم البرد و فوالا هو كيجي في لي في يدون ان افي زوين سوف كو الكاليتي شويه قلت لكم ديال الصوفه ديالو رقيق شريت واحد لاكسيسوار شريت هاد لا سينتور هادي اللي عجبتني بزاف بزاف اللي جايه فهاد لي في ديال الدان غنوريكم حتى هذا من البوسه المهم غنخليكم قلت لكم كاع تصاور وكتجي بحال هكا هادي فكرتني في ديك لا سينتور ديال غوتشي اللي كلشي كي شاريها دابا ولا كي كاتبان لي بزاف في انستغرام كنلبسها سورتو مع ديك لا روب عمري ما وريتها لكم ما واحد لا روب كنت شريتها من مروه فاش كنت مشيت داك العام المغرب كنت شريت واحد الغوب بول ديال الصوف وكان هي في واحد الغوز بحال هكا ماشي المهم هي في واحد الغوز بحال هكا وكندير ليها هاد لا سانتور كتجي زوينه مع كلبسه مع لي بوط في هاد اللون كتجي زوينه بزاف سي فولي دي سانتور ا بتي بري هادي زوينه صراحه وكاينه في النوار وفي هاد اللون لي دو زارتيكل اللي بقاو ليا سي دي كو دو كور وصراحه ديما هادي كتوقع لي في شي ان الحوايج ما كنكونش عوال عليهم يعجبوني بزاف كنكوموندهم بحال هكا سوغ ان كود تيت كيصدقو واعرين هادي كنت كنقول باسكو عندي مشكل مع القميجات شريت ديال بولان دي بير شريت ديال جينيفر زارا اوسي تصبينا ولا ميم في اللبسه الاولى كيبانو تشيب زارا ان بو موا مي كيبانو فريمون محرتكين الخياطه ديالهم ليميت ليميت كتصبنهم صافي بلا ما تحددهم واخا تحددهم كيتكمشوا هادي التوب ديالها واعر واعر هانتوما ما كيتكمش من داك الثوب اللي ما كيتكمش هذه قميجه عادي انا غادي نلبسها وغادي تبان لكم كيفاش دايره ما كنتش حولات تكون لا كاليتي ديالها زوينه بحال هكا ولكن صدقه زوينه الكميمات ديالها دايرين بحال هكا خديتها بالنسبه للبنات اللي كانوا اللي سولوني على لي طاي كناخذ طاي لا طاي ديالي صافي ديال في الكبابط كان في تو سكي او كبابط قوامج سميتو كناخذ اس في تو سكي بونطالون مثلا داك المره فاش كنت شريت داك لونسومبل اللي فيه سروال ولا فيست من شيئين كنت خديت في الام باسكو كلبس من تحت الام والفوق جا معاه صراحه وما جاش زعما كبير ولا شي حاجه وفي الكساوي كنخد ديما اس ديما اس في الكساوي سينو لا خديت ام كيجيوني كبار دونك فوالا خديت هاد القوميجه هادي غادي نقيسها لكم غتشوفوا كيفاش كتجي زوينه بزاف كتجي فريمون كلاس والكاليتي ديالها كما قلت لكم زوينه هادي جست بوغ فو دير راه مصبنا وجبتها من لو لارج بحال هكا شوف كيدير الثوب ديالها مكمشه و ماشي داك التكماش عرفتي عندي شي قمج لحتهم منيت فاش كنت كنديميناجي شحال القمج شحال اللي سميتو لحتهم باسكو سامينيرف انني لبسهم مره وحده كانوا مزيانين كيبانو زوينين مي لا دوزيام فوا سي امبورطابل تا لامبرسيون كتلبس شي القعيط ولا خنشه الميكا دونك نقيسها ونرجع لكم فوالا كيفاش كتجي الكول ديالها اون فات ماشي دوك لي كول كي تتناو كتجي هكا انا هادي لبسها مع الجين ولبسها مع واحد الارتيكل انا نوريه لكم دابا جوست ابري اخر ارتيكل نوريكم وجا زوينه مي انا تشهيتها تخيلتها مع اون جوب في نوار ويكون في هذاك لي في عرفتي داك لي في بليسي اللي كيكونوا هكا مطوين 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 نخليكم شي صور هنا باش تعرفوا علاش كنهضر وتكون متحت ركبه هي شويه ومع دي بوط اجي زوينه شي تكون شي جوب في نوار تكون كامله نوار ما فيها لا موتيف لا والو انا نوقف باش يبان لكم ها انتما تشوفوا كي كتجي يمكن لكم تخشيوها في السروال يمكن لكم تخليوها انا لبست مع جوب غادي نخشيها في لا جوب فريمون زوينه وكلاس والثوب ديالها زوين بزاف وهاد لو ديتاي اللي هنا عجبني ديال انها ما عندهاش الكول كيتسنا مي كتسد بحال هكا مهم فوالا كانت هادي هي القميره واخر ارتيكل هو هاد لو جيلي اللي تا هو ما تخيلتوش غيكون زوين اي صدق زوين سي تان جيلي اللي ما فيهش طاي هذا طاي اونيك مي انا نقول هذا فوق الاس ما يجيش لا كان نسو تلبسوه الام ما يجيش انا جاني صراحه هادي الحاجه اللي خايبه فيه انه يجي غير للناس الاس لان انا جاني ليميت ليميت مع القميجه كيجي لاصق لاصق اجي نوريكم كيفاش داير الكاليتي ديالو بالحق البنات الصوفه ديالو الخدمه ديالو خيانه
rien à dire les détails اللي فيه هذا شريته باش نلبسو عندي الكسوه اللي كنت وريتكم اخر مره اللي دايره بصا اوروكان فيها هنا الدونتيل في النوار كيجي قدها في الطوله اوي اللي لبسها بالمقلوب كيجي قدها في الطوله نيشان و باش نلبسو اوسي مع ديك لا روب شوميز لي في البلو باسكو الغري كيجي زوين مع البلو وفيه جويبات انا غادي نوريكم الكاليتي ديالو واعره ما تقولش راه شريتيه من سيت شينوا ببات الثمن دابا نخلي لكم كل اسمنه وتصاور في جنب نكتب لكم الثمن اوسي عاجي ما تقولوش راه شريتوه من ان سيت شينوا فريمون كاليتي زوينه بزاف وكنت لبسو نيس مع هاد لا شوميز مع ان جين ودابوت نوار جا زوين بزاف انا غادي نوريكم واقفه غادي نوقف لهيه باش نوريكم الطوله ديالو حتى الفوق حداش كتجي ها نتوما كيجي حتى لحد هنا كيجي في الطوله مع الكسوه قلت لكم هو هذاك و فيه جويبات من هنا لي زوين اللي عجبني لي ديتاي اللي عجبوني فيه بزاف هما هاد اللعيبه هاد لا كوب من هنا بحال هكا هو ما فيه لا سطيفات لا والو ولكن واعر زوين زوين بزاف صافي هادشي اللي كان هضرت بزاف واخا ما شريتش بزاف د الحوايج ولكن حسيت براسي هضرت بزاف في هادشي فيديو طويله صراحه كنت في الاول جيزيت انا ندير هاد لي فيديو باسكو جو سي با دو جونغ اللي مثلا في كوموند وحده ديال شي ان غادي نكوموندي بحال اللي كنشوف كاع يوتيوب باش كيديروا ما كان منتقد حتى شي واحد كل واحد كيدير اللي بغا مي شي با دو جونغ اللي غادي ندير لكم فيديو 500 دولار 300 دولار ديال شي ان كوموندي 300 دولار مع شي ان داكشي باسكو انا كنكوموندي من فلوسي وعندي ان بودجي اللي كنديرو ما كنبغيش نفوتو جينيرالمون كندير 4 3 كندير 4 حتى 5 ارتيكل في لا كوموند ديالي وصراحه في الاول جديت انا بارطاجي معكم حيت كنقول نوريهم خمسه ديال الحوايج سي با انتريسون بوغ مي جو بونس كو اخر من اخر فيديو كتشوف ان كاينكم هاد النوع ديال الفيديو دونك غادي نبارطاجي معكم كاع ميزاشاف ما نباسي شي كوموند غادي نبارطاجيها معكم فوالا نتمنى تكون هاد لا فيديو عجبتكم ما ديوش على شعري باسكو اليوم الحد وديما الحد هو اللي كنصل فيه شعري يعني هاد شعري راه مستخدم اثنين ما غسلتوش ولكن قلت غادي نصور لكم الفيديو عاد نمشي ناخذ ان بان المهم كنهضر بزاف نقول لكم ما تنساوش تتابعوني في انستغرام جو بونس ما بقاش ندير دي توتو سور يوتيوب جو بونس ما بقاش نديرهم باسكو ما كيتشافوش كياخذوا بزاف ديال الوقت بزاف ديال الوقت بزاف ديال الوقت كياخذوا جو بونس كو سي لي فيديو اللي كياخذوا ليا اكبر وقت لا في التصوير لا في المونتاج وما كيتشافوش مالوغوزمون سو يوتيوب الا درت دي فيديو ماكياج غندير دي تيست دو برودوي مي جو بونس با نبقى ندير دي توتوريال هنا تابعوني في انستغرام باسكو درت لكم اول توتو حطيتو لكم في انستغرام و با مال دو في جي او بوكو دو روتور بوزيتيف دونك جو بونس نبدا نحط تما لي توتو Je partage aussi les omies d'Ali, ce que je fais quand je sors avec des collègues, ou là quand on a des événements spéciaux, les choses. Je partage tout ce que je fais la journée là-bas. Donc, n'hésitez pas à me suivre. Un goulé comme ça, on se retrouve dans la vidéo. Bye bye.